احتضنت بغداد ملتقى العمرة السنوي لشركات السياحة المحلية والعربية، إذ يعد هذا الكرنفال الديني فرصة لتبادل الخبرات وتحقيق بيئة مناسبة للمعتمرين والحجاج. بجمع أنه الأول من نوعه على الأراضي العراقية، تحتضن بغداد ملتقى العمرة السنوي لشركات السياحة المحلية والسعودية لاستعراض الخدمات والإمكانيات المقدمة في مواسم الحج والعمرة. ملتقى بيّنت من خلاله الهيئة العليا للحج والعمرة أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجانبين للحفاظ على ما حققته البلاد من مستويات في هذا المجال. طبعا احنا اكو معلومة قد لا يعرف، احنا الدولة الأولى في الحج البري والعمرة البرية، يعني أكثر عدد بين الدول المجاورة للمملكة العربية السعودية، العراق هو الأول بهذا. نعم، هذه من الملتقيات المهمة التي حصلت في العراق، أن تستحضن وتحتضن الشركات السعودية وأن يكون هنالك تعاون. طبعا عندما يكون لقاءات مباشرة ما بين الشركات السعودية والعراقية، كثير من العقبات سوف تمحى، وبالتالي يكون هنالك ينعكس على المواطن. ويمثل هذا الملتقى فرصة لتبادل الخبرات بين الشركات السياحية العراقية والسعودية، كونها رائدة في هذا المجال، فضلا عن إيجاد بيئة آمنة للتنافس وتقديم الخدمات أمام المعتمرين والحجاج بما يتناسب طبيعة هذه الكرنفالات الدينية. المعرض هذا يمثل لنا أول شيء تواجد في المعرض وتواجد الشركات والأخوان العراقيين، وحقيقة العراق سوق بالنسبة لنا يعني مقبل إقبال كبير، ودائما نتأمل فيه الخير الكبير بإذن الله، ومن الأسواق التي سوف تكون يعني رقم قياسي إن شاء الله في السوق. أول ملتقى يكون ببغداد بين الشركات السعودية والشركات العراقية، وإن شاء الله نطمح إلى تطوير هذا القطاع، قطاع العمرة والحج، وراح تكون خدمات إضافية على موسم هذا الموسم الجديد. وتبين الهيئة العليا للحج والعمرة إنها تعمل كمظلة للشركات السياحية من أجل تقنين وضبط الإيقاع السياحي وضمان بيئة مناسبة أمام مؤدي الفرائض الدينية. المرتبة الأولى أيضا في موسم العمرة، مساعي عراقية تحاول الوصول إليها هيئة الحج والعمرة خلال هذا الموسم بعد أن حصلت على الجائزة الأولى في موسم الحج الماضي. مصطفى الوش، الرابعة، بغداد.